अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं आप सभी का हमारे इस मुहम्मदी ज्ञान हिंद इस्लामिक चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद फैज और आप देख रहे हैं मुहम्मदी ज्ञान हिंद इस्लामिक चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस मुहम्मदी ज्ञान हिंद इस्लामिक चैनल को आप सभी के साथ की बहुत ज़रूरत है, तो इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। हम रोज़ाना आपकी खिदमत में दो इस्लामिक वीडियो लेकर हाजिर होते हैं, एक सुबह 10:30 बजे और एक शाम 7:30 बजे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अल्लाह के प्यारों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे दीनी भाइयों और बहनों, आज हम आपकी खिदमत में सूरह यासीन हिंदी में लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके अपने करीबी लोगों तक ज़रूर शेयर करें। चलिए अल्लाह के प्यारों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أرسلنا إليهم
كَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل
السماء من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون
خلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إن عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما
وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون मेरे दीनी भाइयों और बहनों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐ मेरे अल्लाह, इस वीडियो को बनाने में जो भी गलतियां हुई है उसे तो अपने फजल व करम से माफ फरमा। अल्लाह ताला हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक सीखने और सिखाने की तौफीक दे। आमीन। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।